لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم. مع بعض كده مع أول ليسون، ايه اللي المفروض نستفيده من الكورس؟ بيقول لي بعد ما تخلص كورس الاوراكل بي ال اس كيو ال فاندامنتال، المفروض ان انت تقدر تكتب برنامج، تمام، او كود بي ال، يعني تقدر من خلاله تعمل انترفيس، تقدر تعمل بروجرام يونت، وتقدر تعمل برنامج فيه كونديشنال كنترول ستيتمنت زي اف وزي لوب اللي احنا درسناهم مع بعض، اف ولوب بالنسبه للكنترول ستيتمنت. تقدر تهندل اي ايرور بيطلع معاك، تقدر تخزن بروسيجر وتخزن فانكشن، يعني تقدر تعمل او توضح يعني ايه بروسيجر وفانكشن بيتخزنوا على الجهاز. الحمد لله احنا وصلنا لحد ايه، ازاي نعمل بروسيجر وفانكشن بطريقة يعني ايه مبسطة جدا. فهنبدأ مع بعض كده الحاجات المهمة، هنقف معاها كده ثواني نشوف نفكر بعض بس بيها. دي الجداول اللي احنا بنستخدمها من اول ال SQL لحد ال DL. طبعا احنا استخدمنا مع بعض ال Enterprise Manager ببساطة، بنستخدم دلوقتي ال Oracle Database، ما عندنا الشغل حاليا مع ال ايه، مع ال Application Server. طيب اول درس ال بي ال بيقول لي نعرف ايه الحاجة لل بي ال، احنا اتفقنا مع بعض ايه هي الحاجة لل بي ال وايه فوائدها وايه مميزاتها ويعني ايه بلوك والبيئات اللي انا بستخدمها وازاي يظهر الاوت بوت بتاعي. طيب ايه الحاجة يا جماعة لل بي ال اللي بيخليني استخدم ال بي ال اس كيو ال؟ اتعلمنا في ال اس كيو ال ازاي نعمل جمل سيلكت، انسرت، ديليت، ابديت، يعني كل الجمل اللي احنا اتعلمناها قبل كده. لكن عشان نعمل كود يجمع لي اكتر من جملة في نفس الوقت كان شيء صعب، علشان اعمل كود بيتحفظ خلاص مش محتاج اكتبه تاني او انسخه والزقه مرة تانية، فكان شيء صعب. فعشان كده جت الحاجة لمين؟ للبي ال كبروسيجر لانجوج، لغة اجراءات بقدر اعمل كذا اجراء في نفس الوقت من خلالهم بوفر الوقت بطلع بحاجة مفيدة في الاخر. ده كده الاستفادة اللي كنت محتاجها من البي ال. ايه هي البي ال؟ هي بروسيجر لانجويج، هي عباره عن امتداد للغه الاس كيو ال، هي عباره عن جزء مثلا زي كنترول ستيتمنت سواء اف او لوب او ما شابه، بضيف عليه جزء اس كيو ال في الاخر بيطلع لي بي ال اس كيو ال. طبعا احنا عارفين ان اللغه دي خاصه باوراكل ومنتجاتها بس، ما لهاش علاقه باي منتجات تانيه. طبعا بتسهل لي اصلاح الكود وكتابته او ان انا ارنه مره واحده وبعد كده الاقيه محفوظ عندي زي البروسيجر والفانكشن، اقدر انفذه اكتر من مره. بتحتوي على variables constant types، طبعا كل واحده من دول اتكلمنا عنها باستفاضه قبل كده وخليت عليهم تاني. control structure like ال conditional statement ال loop ال if الكلام ده كله. reusable تقدر تعيد استخدامها مره اخرى في اكتر من حاجه. دي الطريقة اللي بيحصل بيها الكود بتاع ال BL، جزء ال BL Procedure بيروح لل BL SQL Engine والجزء التاني بيروح لل SQL Secure على ال Oracle Server. طيب فوائد ال SQL، بيقول لي BL SQL بدل ما كنت تبدأ تبعت جملة جملة SQL خلاص، بدل ما كنت بتبدأ تبعت جملة جملة SQL، تقدر من خلال ال BL إنك تبعت أكتر من كود في جملة واحدة. طبعا فوائد برضو ال BL، ال BL الكود بتاعها بيتقسم لإيه، البلوك بيتقسم لإيه. نيجي هنا الفرق بين الأنونيموس بروسيجر فانكشن، قلنا الأنونيموس هو عبارة عن بلوك مجهول ملوش اسم بيتنفذ مرة وكل لما احتاجه ببدأ انسخه وانفذه من أول وجديد، لكن البروسيجر هو عبارة عن بلوك محفوظ بقدر أرنه بعد كده من غير ما احتاج لأي حاجة. فانكشن هي عبارة برضو عن سب بروجرام أو بلوك بقدر أنفذه وأحفظه وكمان يرجع لي بقيمة. دي البيئات اللي ممكن نشغل فيها الكود. الجي ديفلوبر اشتغلنا عليه طبعا قبل كده، الجي ديفلوبر
الـ ISQL Plus، الـ SQL Plus برضو، ازاي اكتب كود بكتبه بالمنظر ده، وفي الاخر بقول له اكسكيوت وبيطلع معايا النتيجة. امتى بتطلع النتيجة؟ لازم اشغل حاجة اسمها السيرفر او البوت. اول حاجة بعملها عندي فوق بكتب له سيت سيرفر او البوت اون، لان في الانفايرمنت اللي انا فيها في الغالب بيبقى السيرفر اوف، سيرفر اوتبوت بتبقى اوف، وانا اللي بشغلها بعمل لها اون بنفسي. طيب لما عاوز اطبع النتيجة كده اديته موافقة على الطباعة، لكن عشان اطبع بالفعل لازم اكتب امر خاص بالطباعة اللي هو دي بي ام اس اوتبوت دوت بوت اندرسكور لاين، واقول له انا عايز اطبع فاريبل اسمه ايه او ايه الحاجة اللي انا عايز اطبعها بالظبط. وادي شكل الاوتبوت هيبقى بالمنظر ده لو انا عملت للسيرفر اون، خليت السيرفر اوتبوت اون واديته امر الطباعة بتاعي، هيطبع لي الحاجة اللي انا عاوزها على حسب البيئة اللي انا فيها. ده ليسون 1. هنا هيكلمني عن المتغيرات، يعني ايه متغيرات وبستفيد منها في ايه. بيقولي بتستخدم المتغيرات ان انت تحفظ فيها قيم معينة. يعني مثال، انا دلوقتي عايز الموظف اللي رقمه 176، عايز اسمه، وبعد كده اخد الاسم دوت بلس اعمل انسيرت الموظف اسمه زي اسمه عشان اعمل الكلام ده في الاس كيو ال. مستحيل الحل، او بلاش مستحيل، يعني هيبقى لفه طويله وجع دماغ على الفاضي. الحل قال لي بكل بساطه احنا في البي ال نعمل حاجه اسمها فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ يعني بكتب له ديكلير فاريبل اسميه ام نيم، يبقى من النوع تكست اللي هو هيبقى بالنسبه لنا كار او فار كار او اي حاجه. اختصارا بس، وبعدين بقول له بيجين ابدأ الكود، سيلكت الاي نيم رقم الموظف انتو الفاريبل اللي انا معرفه فوق اللي اسمه ام نيم من جدول امبليز، وير من ال ام نمبر بيساوي 176. وبعدين اعمل insert into جدول ايه بقى، جدول الامب برضو، خليلي الفيرست نيم بتاعت الموظف والسالري بتاعه خلاص زي الفاليو اللي انا جايبها لك دي، اللي هي ايه بالنسبة للفيرست نيم اللي هو بقى الام بقى نيم، والسالري مثلا 5000. كده انا عملت ايه يا جماعه في الكود ده؟ الكود ده عملت فاريبل خلاص من النوع var char، هياخد اسم الموظف من هنا اللي رقمه كذا، ويحتفظ بالاسم ده معاه لحد نهايه الكود. هبدا ادخل موظف جديد عندي في الجدول هيبقى اسمه زي اسم الموظف اللي هو نفس الام نيم الفاريبل بتاعنا. كده فايده الفاريبل باختصار، مش بنشرح تاني طبعا احنا بنراجع. طيب ازاي اسمي ال variable؟ قال لي must start with a letter، ممكن يقبل letter و number مع بعض، ممكن يقبل special character like dollar sign underscore pound sign اخره 30 حرف، مش ممكن يكون كلمة محفوظة عندي زي كلمات select from insert update الكلام ده. ازاي هاندل ال variables دي؟ هنشوف مع بعض الأمثلة. إزاي أعرف variable؟ بكتب في جملة الديكلير الديكليريتيف سيكشن، دي السكاشن بقى بتاعت أو السيكشنز بتاعت كتابة أي كود بي ال. أول حاجة الديكلير الجزء التعريفي، بعرف فيه الفاريبل بتاعي، أدي واحد أدي اتنين تلاتة أربعة، أعرف 100 variable مفيش أي مشكلة، كل واحد فيهم واخد اسم خلاص، واخد داتا تايب، ممكن أديله أقول له إن هو نوت نال يعني ما بيقبلش قيم، يبقى فيه قيم فارغة. وهنا لابد اديله initial value يعني قيمة افتراضية تكون متعلقة يعني زيه، يعني هو ما يبقاش مثلا number راح مديله قيمة افتراضية اكتب له اتلانتا، لا هيبقى number يبقى number زيه. ممكن اديله قيمة افتراضية بالطريقة دي او ان انا اكتب له كلمة default. طيب بالنسبة بقى للconstant، كل دول variable، ده بقى ثابت مش متغير ما بيتغيرش، بيفضل على القيمة دي طول العمر. طيب الconstant ده من النوع number ولازم اديله بقى initial value. تمام، اشغل السيرفر بتاعي الاوت بوت بتاعه اقول له سيت سيرفر اوت بوت اون، اديه الفاريبل اللي انا عايزه وعدد الحروف بتاعه سواء اديته بقى ديفولت فاليو او لا،
بعدين اقول له اطبع، اقول له سيلكت انتو، اعمل اللي انا عايزه. هنا طبعا ازاي اعرف فاريبل وادي له قيمه في نص الجمله وقيمه في اخر الجمله واطبع القيمتين. انواع الفاريبل شباب، اول حاجه بالنسبه للاس كيو ال فاريبل في منه حاجه اسمها سكيلر داتا تايب اللي هي الديت والتايم والفاكر والكلام ده كله، في حاجه اسمها الكومبوزيت ولسه قدام شويه، الريفرنس، اللارج اوبجكت، كل ده لسه ايه، والبند فاريبل هيجي معانا في الليسون. طيب انواع الفاريبلز بتاعتنا، ترو فولس، طبعا ده هيبقى البوليان، هنا بياخد من نوع ديت، اتلانتا ده هيبقى تكست، ده يبقى نمبر، ميديا طبعا هنشوف الانواع اللي هيجيبها لنا في اخر الليسون. ممكن نعمل يا جماعه العلامه دي للديفولت فاليو، ممكن نكتبها كده صريحه. طبعا انتو عرفناها جديدة مع البي ال، مع كل جملة سيلكت لازم يجي معاه انترو، مبقتش مع انسيرتو بس انتو، لا لازم مع السيلكت كمان في جمل البي ال كده. السكيلر داتا تايب يا شباب اللي هي الانواع اللي احنا عارفينها، الكار والباركار واللونج واللونج نمبر، باينري، بي ال اس انتجر يعني رقم صحيح، بوليان، ترو فولس، ونال، باينري، فلوت، باينري، دبل، الكلام ده كله، ديت، تايمز، الكلام ده كله عارف. كل ده مسموح بيه مفيش مشكلة. هنا برضه بيوريني ازاي بعرف متغيرات اكتر من متغير واكتر من داتا تايب، برضه بيديني شوية ايه نقطة حاجة اسمها تايب درسناها وهندرسها تاني في المراجعة بتاعتنا يعني ان شاء الله. طيب ده يا جماعة بستفيد منه ان انا بعرف متغير انه بيساوي نفس الداتا تايب بتاعت كولم معين، ازاي؟ is used to declare a variable according to a database column او another variable. ماشي، database table and column name of declared variable لازم بعد دي. يعني مثلا هنا عرفت متغير بنفس نوع ال last name column حطيت وراه طيب، وهنا عايز ياخد نفس النوع بتاع ال variable ده، فكتبت اسم ال variable ك prefix وبعد كده كلمة type بينهم علامة ال percent boolean، بيقول لي هو يا true يا false يا nil، مش عارف بتنطق nil صح المفروض يعني مش null غلط، مش حتى علينا. البند فاريبل يا جماعه فاريبل بس بعرفه بره الكود بتاعي، بقول له فاريبل واديله اسمه ونوعه، ولما اجي اساين فاليو ليه بستعمل الرمز ده وقبليه علشان اديله الفاليو اللي انا عايزها، ولما اجي اطبعه مش بكتب دي بي ام اس اوت بوت، لا انا بقول له برنت واسم الايه الفاريبل. حتى لو قفلت الكود بتاعي زي كده، الكود بتاعي اتقفل ورميت الجمله، بعدين ابدا اقول له ايه اطبع القيمة اللي جوه الفاريبل اللي هو البند بقى. ماشي، وممكن اعيد استخدامه تاني زي ما انتم شايفين. ازاي استخدم السبستيتوشن فاريبل؟ طبعا يا جماعة موضوع ايه سهل، بعرف فاريبل ما بديلوش قيمة افتراضية، بديله مثلا مكانها بند فاريبل بتاع سوري السبستيتوشن فاريبل العلامة اللي هي دي كده، بحيث ان هو يطلب مني كل شوية القيمة بالمنظر ده وابدا اديها له. طبعا ده الايه الفيريفاي، لو عملت الفيريفاي اوف مش هيطلع لي الاولد والنيو اللي احنا كنا شايفينها هنا في الكود ده، النتيجة دي مش هيجي يقول لي الأولد كان كذا والنيو بقى كذا، دي هيلغيها لي لما أقول له سيت فيريفاي إيه؟ فيريفاي أوف البند هو، لا بنعرفه قبل الديكلير، مش محتاج أصلا أعمل له ديكلير كده، مش محتاج الديكلير في حاجة. أنا عندي البند فاريبل اسمه، أنا مش محتاج الديكلير خالص. لو رجعنا الجملة زي كده، لو أنا معرف إم بسالري ومش عايز الإم بنمبر ده، هو خلاص مش محتاج أكتب ديكلير أصلا، أخش على بديل على طول. عايزين نخلص أول 5 دروس كده في النص ساعة الأولانية يا رب، في الساعة الأولانية عشان الباقيين هيبقى فيهم شوية إيه كلام. كومبوزيت داتا تايب يعني داتا تايب مركبة عاملة زي الصف بالظبط، لسه هيجي دورها بعدين. لارج أوبجكت داتا تايب، ممكن أستخدم لو عايز أدخل كتاب إنسيرت كتاب أستخدم داتا تايب اسمها سي لوب، بي لوب لو فوتو، بي فايل لو حاجة فيديو أو كده، ان سي لوب لو ناشونال كاركترز او اللي بيسميها الحروف المرسومه زي كده الصيني والياباني والحاجات اللي هي الايه الغريبه دي، استخدم داتا تايب اسمها ان سي لوب. ازاي بقى استخدم حاجه اسمها الكومنت جوه الكود بتاعي، ممكن علامه السلاش وراها بعد قبلها النجمه، ده لو عايز اعمل كومنت يحتوي على اكتر من سطر جوه الكود بره الكود قبل الكود ما يبدا زي ما انت عايز. لو الكومنت بتاعك عبارة عن سطر واحد بس بحط علامتين الايه الماينس كده جنب بعض، داش جنب بعض. ده في حالة لو عايز احط كومنت جوه الايه جملة
بتاعتي او قبليها وبعتيها، انا بعرف ان الجدول اللي جاي ده بيعمل 1 2 3. طيب ايه الفانكشن اللي ممكن استخدمها جوه البي ال؟ ايه اللي مش ممكن استخدمه؟ دي كود انساها خالص جوه البي ال، وجروب فانكشن انساها جوه البي ال. امال اللي ينفع معانا سنجل رو، نمبر، كاركتر، كونفرجن فانكشن، ديت فانكشن، تايم ستامب، جريتست اند ليتست ليست، مسكلانوس فانكشن. زي هنا بيستخدم لي لينس تعريف variable، بيديله لينس زي كذا مثلا lower imp name مثلا. كل هنا بستخدم الفانكشن اللي احنا خدناها قبل كده بقدر استخدمها هنا ما عدا ديكود. ومين تاني؟ ها الجروب فانكشن. تمام يا اسماء، الله ينور عليك. طبعا عندنا الامبليسيت بالنسبه للكونفرجن والاكسبليسيت. الاكسبليسيت 3 بتوعنا، وادي 2 تايم ستام. ازاي نحط كذا بلوك جوه بعض؟ ادي النيستد بلوك بيقول لي وانت بتعرف، عرف الفاريبل ده وحط له كلمه اوتر فاريبل، وعرف الفاريبل التاني انه انر فاريبل، وكمل شغلك بجين هيبقى جواها الديكلير بتاعك. خلصت هنا باند، وبعدين خلص باند التاني. كده بقى عندك كودين جوه بعض او 2 بلوك جوه بعض، اوتر بلوك وانر بلوك، فبنسميه نيستد بلوك. هنا حط اوتر بره خالص عشان يعرفه، عشان بعدين ساعه الطباعه نقدر نفرق ما بينهم. زي هنا في الطباعة يلي ايه الطباعة اللي من فيهم اللي هي المظلوب اوتر بلوك. الاوبريتورز اللي مسموح بيها يا شباب ايه هي؟ لوجيكال اند اور وهكذا، ارثماتيك زائد ناقص على في الكلام ده كله، كونكاتينيشن اراوند الكونكاتينيشن، بارنسيز عشان التقديم والتأخير، نفس الترتيب اللي احنا اشتغلنا بيه في الـ SQL Exponential Operator. Loop لسه هيجي معانا، و if لسه هيجي معانا في Lesson. لسه ما بنخش على الدرس الرابع. نبدأ بقى نشتغل SQL جوه الـ DL. نعرف متغير رمى جوه الـ First Name زي الكود اللي احنا كنا بنتكلم عنه، وبعدين طبع البيانات اللي جوه الفاليو اللي جوه المتغير ده وجوه الفاريبل ده. نفس الكلام، انا بستغل 2 متغير ويرمي جواهم الهاير ديت والسالري. طيب التسميه هنا نبص، المشكله هو عاملها هو معرف فاريبل مديله نفس اسم العمود اللي عندي، معرف سيس ديت مديله نفس اسم الفانكشن اللي عندي، معرف فاريبل مديله نفس الداتا، مديله نفس الايه اسم الكولم بتاعي. طبعا هيطلع لي الكلام ده هو ايرور، فلازم في التسميه ابعد عن اسامي الكولمز بتاعتي اللي انا بشتغل بيها. شغلنا مع انسيرت وديليت وابديت وميرج. ادي استخدام ابديت، هنا عرفت فاريبل مديله ديفولت فاليو 800. هبدا هنا استخدم الديفولت فاليو دي اجمعها على حاجه واعمل جمله ابديت. تمام، الميرج كيرسر، عندنا 3 كيرسر هنتكلم عنهم بسرعه كده. SQL found ده بيطلع بترو لو لو رجعت الجملة بتاعتك بعمود واحد بصف واحد على الأقل، not found لو الجملة بتاعتي يطلع بترو وليان، يعني بيجيب لي يا ترو يا فولس يا نل، حاجة من التلاتة. طب في حالة إن هو طلع هنا بترو مع الفاوند يبقى لأ، بالفعل صف أنت قدرت تستعمل معاه جملة SQL هنا، ولا صف قدرت تستعمل معاه جملة SQL آخر جملة ما طلعتش. اه خطأ، خطأ التسمية، نفس التسمية طبعا يا ايه. نوت فاوندر وجابت لي ترو، يبقى معناه ان اخر جملة اس كيو ال عملتها ما رجعتش ولا رو. طيب رو كاونت بتعد لي عدد الروز اللي رجعت بيهم اخر جملة اس كيو ال. استخدام الكيرسور اهو بيقول لي هنا حط الاس كيو ال رو كاونت عشان يترمي جوه في البند فاريبل اللي هو عرفه فوق. بعد كده هنطبعه، هيعد لي عدد الصفوف اللي حصل لها تأثير بجملة الديليت، ويكتب جنبيها رو ديليت. كده الفصل الثالث كان سريع، الرابع قصدي. الفصل الخامس نتكلم مع بعض عن ال if loop case. if وحالاتها، هنا بعرف variable بياخد قيمة 31، بقول له if ال variable ده كان أصغر من الرقم دوة then اطبع لي 1 2 3. طبعا في الآخر أقول له end if و end الجملة بتاعتي اللي بدأت begin. ده كده استعمال سمبل اف. طيب استعمال اف وذن والس، لو كان الفاريبل ده اصغر من 11 زي المره اللي فاتت اطبع لي كذا، ما كانش يعمل لي كذا. وفي الاخر برضه لازم اند اف واند الكود بتاعي. طيب هنا ما اعرفش اصلا
ما اداش initial value لمين؟ للمتغير my age ده. طيب my age اللي هو يعني عمري او سني مش واخد اي initial value. طب انا ك if هقارن مين بمين؟ انت هتقارن حاجة فاضية بقيمة، خلاص. في الحالة دي خلاص هتتحول على طول لمين؟ للفولس، او يعني دي كده الترو لو طبق الشرط. هنا لو ما طبقش الشرط فهنا هيتحول على طول، لو ما طبقش الشرط بيطلع نفس الايه الكلام، لكن الشرط بتاعي ما حصلش لانه لقاه نل. طيب هنا بيقول لي هيعرف متغير خلاص ابر الكلمة اللي هي هتبقى substitution variable، هيسألك عنها كل شوية، أو حرف لأن هو هنا معرفها على إنه حرف واحد، وكل مرة هيسألني عن حرف، كل ما أكتبه له هيبدأ يعدي معاه الشروط. كيس في حالة إن الجريد اللي هو الفاريبل بتاعي أنا كتبت له إيه هيعوض عنه بإكسلنت، كتبت له بي فيري جود، وهكذا. أي حاجة خمسة عن واحد اتنين تلاتة خلاص الرابعة هيكتب نو. تمام، انا عندي 3 حالات، اما ايه يا اما بي يا اما سي، بلاش على واحده من دول بيطلع لك بيطلع لك الايه برنت. احد استخدامات كيس، ممكن كيس تجي بالمنظر ده او بالمنظر ده، يعني هنا بيقول له كيس حاله ان المانجر اي دي اللي انا فوق اديله 108، لو 108 نفذ الجمله دي او الجمل دي، غير كده لو هو 200 نفذ الجمل دي، وهو 300 نفذ الجمل دي، وهكذا لحد لما اعمل اند للكيس بتاعتي، وفي الاند بقى اطلع له الاوت بوت اللي انا عايزه. طيب هنا في حالة ان اند ترو وترو تطلع معاك ترو، طيب ترو فولس لازم تطلع فولس، ترو نل يطلع معاك نل. طيب اند بدأت بفولس ومعاها ترو، فولس فولس فولس، انا هيبص على الاولانية. طيب نل وترو هتطلع نل. طيب نيل وفولس، لا الفولس تبقى أولى من النيل، نيل ونيل يطلع لك برضه نيل في حالة الآن. طيب الأور، أور لو ترو تنفع، لو ترو التانية الاتنين ينفعوا. طب لو ترو أولانية والتانية فولس أكيد هتنفع، لو ترو الأولانية والتانية نيل الأولانية هتغني. طب العكس، فولس الأولانية والتانية تروح يجي بالتانية، فولس وفولس لازم يطلع فولس، فولس ونال بقى يطلع لك من اللي هي دي. من احنا قلنا نحفظ الجدول ده يمكن فهمه صعب شوية، أو يعني وقت ما نحتاجه نرجع له. أدي البوليان يا جماعة استخدامه، وعبارة ما بيسميه فلاه يطلع له كذا أو كذا. لوب عندنا كام نوع من الـ بيزك وفور واي، نبدأ بالبيزك. بيعمل إيه البيزك؟ البيزك هيشتغل، هيشتغل من أول هنا اللوب، يبدأ يعمل جملة الانسيرت الأولانية، ويقفل لما يبقى أكبر من 3، يبقى أكيد هينفذ نفسه لحد لما يوصل للعدد 3. طيب كده البيزك لوب. طيب وايل لوب، وايل لوب هيبدأ أول حاجة بوايل الكاونتر بتاعي أصغر من أو يساوي كذا ابدأ اشتغل. طب لو فعلا يعني طلع إن الكاونتر بتاعي وصل للحالة دي يبقى كده مش هيتنفذ ولا مرة، دي فرق ما بين الواير والبيزك. طيب الفور عنده حاجة اسمها lower bound و upper bound، ما بينهم هيبدأ ينفذ اللوب. يعني ايه lower bound بتاعه اللي هو 1 وال upper bound اللي هو 3، ما بين الواحد وال 3 كرر نفسك او اعمل الجملة دي بعدد المرات 1 2 3. nested loop طبعا نستخدم اللي هو معاهم ال outer وال inner علشان نفرق ما بين اللوب الاولاني واللوب التاني اللي جواه، واقفل امتى ده واقفل امتى ده. طيب كده خلصنا 5 ليسون زي ما كنا متوقعين، الحمد لله في اقل من ساعة. انا عارف ان انا بجري بس انا بعمل ريفريش للذاكرة بس. طيب working with composite data type، يعني ايه composite data type؟ احنا كل شغلنا اللي فات كان مع ال scalar data type، number date boolean اي حاجة من الحاجات دي كنا بنسميها scalar data type او data type مفردة. composite بقى معقدة شوية او مركبه. اول حاجه بنتعرف على الريكورد، ازاي بعرف ريكورد؟ انا بعرف الريكورد ده يا جماعه على انه داتا تايب جديده، يعني انا بكري داتا تايب جديده. اسمها ايه الداتا تايب دي؟ اسمها امبريك تايب او امبريكورد تايب. نوعها ايه؟ نوعها تايب تتكون من ايه؟ من كولم،
اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة 10 100 زي ما أنت عايز. وبعدين بروح معرف variable بإن الداتا تايب بتاعته هي الريكورد اللي أنا عرفته فوق. تمام، بستفيد أنا من إيه من كده؟ أنا أثناء شغلي، يعني نشوف مثال كده، مفيش مثال هنا، إن أنا أقدر أرمي جوه ال variable ده الجديد اللي أنا عرفته اللي نوع ريكورد، أقدر أرمي جواه 3 قيم للتلات أعمدة دول وأقدر أطبع بعد كده. بدل ما أنا كنت برمي قيمة واحدة جوا كل متغير، دلوقتي بعمل متغير من نوع ريكورد يقبل أكتر من قيمة بأكتر من داتا تايب. رو تايب، رو تايب زي فكرة التايب. إحنا كنا الأول بنكتب هنا تايب، نكتب هنا اسم الجدول اسم العمود، فالفاريبل ده كان بياخد نفس الداتا تايب بتاعت العمود. انا بقى عايز ياخد نفس الداتا تايب بتاع صف من صفوف الجدول ده على بعضه، فبعرف حاجه اسمها رو تايب ككومبوزيت داتا تايب. ازاي؟ سي انا هقول له سيلكت اول وارميه جوه التايب اللي انا عرفته فوق اللي هو من النوع رو، اللي هو من النوع رو تايب. انا عرفت فاريبل نوعه رو تايب، هرمي جواه كل الصف بتاع جدول اللويز، وبعد كده استخدمه في جملة insert مفيش أي مشكلة. استخدمه بقى في insert في update في delete اللي أنت عايزه. طيب إزاي بنعرف حاجة داتا تايب اسمها index by type؟ ببدأ معاكم طيب، بكتب أول حاجة طيب اسمه إيه الطيب ده؟ اسمه كذا is table of، وبعرف فيه عمود من أي جدول، والعمود التاني عبارة عن اندكس نوعه بي ال اس انتجر قيم صحيحة وبس. وبعدين بقى اعرف variable بياخد نفس الاسم بتاع، بياخد داتا تايب بنفس الاسم بتاع التيبل اوف اندكس اللي انا عملته من شوية. وادي مثال هنا عرف لي ان التيبل ده التيبل اوف اندكس او اندكس باي تيبل عبارة عن عمودين، العمود الاولاني بيحمل نفس الخصائص بتاعة عمود اللاست نيم الخاصية طيب اللي احنا عرفناها، والعمود الثاني اسمه index by نوعه bl integer ماشي الحال. وبعدين جيت عرفت variable بياخد نفس النوع ال index by اللي انا عملته، فاصبح ان ال variable ده هو عبارة عن عمودين جنب بعض، عمود index ماشي مع نفسه كده ملناش دعوة بيه، والعمود الثاني عبارة عن البيانات اللي بتترمي فيه. وبعدين عملت جملة زي كده قلت له عرف لي ان الـ Ename واحد اللي انا لسه معرفه كإندكس، يعني عبارة عن جدول من عمودين، عمود بتاعي وعمود مش بتاعي. العمود اللي مش بتاعي اللي هو مين الإندكس ماليش دعوة بيه خالص يا محمد، لكن العمود بتاعي اللي هو مين احمل نفس خصائص اللاست مين. المهم عرفت له ان اول صف فيه القيمة اسم موظف اسمه كاميرون عندي، فقلت له اف الاي نيم اللي انا معرفه ده يحتوي على واحد اعمل جملة الانسيرت اللي جاية دي. طيب ايه اكزيت وايه الكلام ده كله؟ قال لي اكزيت كاونت فيرست ولاست بيريور نيكست ديليت، الستة سبعة دول هم عبارة عن ميثود جوه شغلي مع الاندكس. شوف مثلا لو اتكلمنا عن exit، يعني exit مثلا جبت بعديها واحد مثلا زي المثال اللي عندي. مفيش مثال على الحاجات دي جاي بس في exist والكلام ده كله. exit يعني يحتوي، طبعا زي ما احنا عارفين يحتوي على واحد اعمل كذا كذا كده معايا يا شباب. بص exist المفروض بتجيب القيمة اللي جوه القوس زي كده في المثال، لو اكزيست مثلا وراها واحد بتجيب القيمة اللي جوه ايه واحد، كاونت عدد الخلايا اللي بتحتوي على قيم جوه الاندكس كله بريور، وبعديها قوس مثلا لو بريور واحد يبقى اشوف فيه قبل واحد ولا لا، بيجيب لي اللي قبل واحد. نيكست عكسها بيجيب لي اللي بعد واحد. انتي ما استخدمتيش اسماء الاندكس كتير عشان تقدري تشتغلي بيه، لازم تكوني عارفة الميثودز دي كلها. عندنا فيرست بتجيب لي اول حاجة
في الاندكس اول قيمه فيه، ولاست بتجيب لي اخر قيمه في الاندكس، وديليت بتحذف عدد الخلايا من والى، لكن ديليت اقول له ديليت من 1 إلى 5، فيحذف لي من 1 إلى 5، ممكن ديليت 1 بس. في عندنا كمان المفروض ان في تريم، تريم دي بتمسح من اخر حاجة في الاندكس، تريم مثلا 3 بتحذف لي المفروض اخر 3 في الاندكس، من الاخر. ممكن بقى في يعني ان شاء الله في الليسونز الجاية لو لقينا استخدامات للاندكس يبقى نستخدمها، بحيث ايه يعني نلاقي الكلام ده كله استفادة. اندكس هنا يا جماعة استغل بقى حكاية الرو تايب، وقال لك بدل ما انا شغال بتايب بس انا اشتغل برو تايب، و صف زي الصف اللي فين اللي في جدول ديبارتمنت بالظبط، وطبعا العمود التاني عنده كده كده بياخد الايه الانتج، وهنا استخدمه لي في اللوب دوا، عرفه اهو كده، خلص التيبل. وبعد كده عرف فاريبل، الفاريبل ده بياخد نفس نوع الاندكس، وهنا عرف فاريبل تاني من نوع نمبر، يقول لي فور لوب فور اي ان 100 الى الماكس كاونت اللي هو 104، اعمل ايه سيلكت استريك انتو الاندكس ده خلاص فروم امبلويز وير ان امبلوي اي دي بيساوي اي، ماشي. واند اللوب فور اي ان ماي ام فيرست الى ماي ام بلاست، مين الفيرست في اللوب اللي هو اول قيمه في اللوب، مين اللاست في اللوب يا اسماء اللي هو اخر قيمه في اللوب، نفترض اللي هي 104 مثلا، 100 الى 104 كده هيعمل لوب، هيبقى اللور باوند بتاعه اول حاجه في الاندكس بتاعنا تمام، والابر باوند بتاعه هيبقى اكبر حاجه اخر حاجه في الاندكس بتاعنا، فكده هيرن 4 مرات او هيلوب 4 مرات. نستد تيبل قلنا عارفين طبعا بيشيل لحد 2 جيجا بيانات، في اري، وخلص الليسون بتاعنا. خدناه متهيألي على مرتين يمكن الدرس ده او اكتر. طيب الاكسبليسيت كيرسور خدنا طبعا الامبليسيت في الدرس الرابع، ايه هو الكرسر؟ هو عبارة عن مؤشر بيشير لبعض البيانات، اقدر اعمل عليها شوية اجراءات. عرفنا يعني قبل كده اكتيف سيت، المنطقة النشطة بتاعتنا اللي بنشتغل عليها، بعرف بعد كده بفتح الكرسر، بعد كده فيتش برمي جواه، بعد كده بختبره لو هو امتي ببدأ ارجع بيه تاني، طب لو هو شغال تمام بقفله واعمل له كلوز وبعدين افتحه تاني زي ما انا عايز. طب ازاي بعرف كيرسر؟ بقول له في الديكليريشن ديكلير كذا كذا از، وادي له جملة السيلكت بتاعتي، بعد كده بعرف بقية المتغيرات بتاعتي. بقى هنا متغير واحد بس اللي بعرفه، او لا هنا بيقول لي استخدام الكيرسر وخلي في الوير ياخد متغير انت معرفه فوق وتديله انيشال فاليو مفيش مشاكل. طيب اوبن الكرسر ازاي؟ باجي من اول بيجين وراح قايل له ايه اوبن، بكتب اسم الكرسر اللي انا كريته فوق في الديكلير او عرفته فوق في الديكلير، ادي كرسر طويل عريض اهو معاه 2 ايه فاريبل نفس الديكليريتيف سيكشن، فيتش هرمي جواه قيمتين دول انا بستخدمه مع لوب. انا ازاي بعمل له كلوز؟ احنا قلنا قبل كده ان في عدد كرسور المفروض يكون مفتوح ما يزيدش عن عدد معين، فاكرين الكلام ده؟ احنا قلنا عندنا في بارامتر في الداتابيز، في الداتابيز سيرفر بيقولوا ان يبقى في عدد معين من الكرسور مفتوح ما يزيدش عن كذا، عشان كده يستحسن بعد ما اخلص شغل بالكرسر ان انا اعمل له ايه كلوز is open بيشوفولي true لو كان open، وتفاوند عارفينها وكاونت عارفينها وفاوند عارفينها، هنا لو ما كانش مفتوح يبدأ يفتحه. استخدم بقى الكرسر مع اف ومع لوب والكلام ده كله. هنا بقى الكرسر وبرميله ايه بارامتر، بارامتر من النوع نمبر، بعد كده اروح رميله الرقم اللي هو بيساوي رقم الموظف، يبدأ يشغل الكرسر عليه، او رقم الإدارة قصدي، يبدأ يشغل الكرسر ايه على الرقم ده، وده اهم حاجة عندي.
AD4 update explicit looking to deny access to other session for the duration of transaction. طول ما في transaction شغالة على الكرسر ده بيمنع الايه او بيقفل الاكسس للداتا دي، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن اللوك بتاعنا واحنا شغالين في الفورم. اتكلمنا عن اللوك ده وقلنا ايه اللي يحصل لما اتنين يوزر يعدلوا على نفس النقطة وعلى نفس مجموعة الصفوف مع بعض في نفس الوقت. ادي السمري ننهي بقى الحمد لله اهو التيرمن. مراجعة هي الأسرع من نوعها، مش مراجعة، احنا بنقرا الحاجة اللي تهمنا كده بسرعة عشان نخش في الايه في الجزء التاني بعد كده البي ال. يعني ايه يا جماعة ايرور؟ يعني ايرور بيطلع معايا رسالة خطأ لما اجي اعمل كود مثلا فيه غلطة ومش عايز الرسالة دي تطلع لليوزر، فبعرف حاجة اسمها اكسبشن، بقول له لما يطلع لي رسالة اسمها كذا اطبع او برنت كذا عشان ده اللي يظهر لليوزر بتاعي. طيب في عندنا حاجة اسمها امبليسيت واكسبليسيت، طبعا عارفين في كل حاجة فيها امبليسيت واكسبليسيت، ده اللي يهمنا طبعا في الغالب بيبقى اكسبليسيت. ازاي بعرف اكسبشن؟ يعني ايه اكسبشن يا جماعة؟ قلنا هو استثناء لما يحصل ايرور 1 2 3 4 5، خمسة ايرور اهو، لما اي ايرور منهم يحصل لليوزر يظهر له ايه او ايه التصرف اللي يحصل من خلال الكود بتاعي بدعم حاجة زي كده. بقول له ايه في الديكلير انسرت في سوري بقول له اكسبشن، بعرف اكسبشن اسمه انسرت اكسبشن، انا سميته كده، نوعه ايه؟ اكسبشن. جميل، بديله حاجة اسمها براجما. البراجما دي هيبقى فيها اسم الايرور ورقمه. واحد جاي يعمل عملية انسيرت المفروض يطلع له ايرور، فهقول له ساعتها اكسبشن لما يجي الايرور دوت خلاص اطبع له انسيرت اوبريشن فيلد ويطلع له الرسالة دي بتاعة الايرور اطبعها له. اس كيو ال كود ده رقم الايرور او رسالة رقم الايرور، ودي الرسالة بتاعة الايرور، الايرور كود والايرور مسج زي ما اتكلمنا. كل ده يا جماعة اكسبشن، كمان اكسبشن كنا لسه قريب واخدينه. طيب ازاي بنعمل فانكشن او بروسيجر؟ ازاي بروسيجر؟ بقول له في الاول خالص كرييت بروسيجر اسمه كذا وبيتكون من كذا وكذا، اتنين متغيرين مثلا، ده نوعه زي النوع الديبارتمنت اي دي، ده الديبارتمنت اي دي. وبعد كده بقول له الديبارتمنت اي دي في حالة ان هو بيساوي 280 والديبارتمنت نيم بيساوي كذا، اعمل جملة الانسيرت دي. هو ده كينونة البروسيجر، ان هو بياخد رقم ادارة واسم ادارة ويبدأ يعمل لها كرييت او انسيرت، في الاخر يطلع لي كلمة انسيرتد وادي عدد الصفوف اللي عمل لها انسيرت بمين، باس كيو ال رو كاونت اللي احنا عارفينها، وادي رو كلمة رو كده. بقول له بيجين شغل جوه كود برضو من الاكواد بتاعتي، شغل لي البروسيجر اللي اسمه كذا يبدأ يشغله ويعمل انسيرت للقيم. مفيش اسهل من كده يعني. شوف بقى الفانكشن نفس الفكرة، كرييت فانكشن من النوع كذا بترجع معايا بنوع بيانات اسمه بوليان اللي احنا عارفينه true او false. is لو الديبارتمنت اي دي is قصدي بيتكون من ديبارتمنت اي دي والاربع انواع دول، وهو بيعمل العملية دي بيعمل select، ولو السال اكبر من كذا بيرجع بترو، ولو اقل من كذا يعمل كذا، عملية معينة معمولة بالاف لحد سور الاند اف، وكده في اكسبشن لو في اي ايرور. بعد كده بشغل الفانكشن بتاعتي على قيم معينة وبترجع معايا بقيم معينة، ودي فايدة الفانكشن. كده قلبنا البي ال بسرعة بس خاطر ايه احنا لسه شارحين الكلام ده قريب. لو حد ليه اي تعليقات، ازاي بنادي على الفانكشن، ازاي بوظلها بارامتر، انا بس بقرا الكلام معاكم بسرعة كده، وانت المفروض بقى تراجعوا على الكلام ده وتعرفوا اهميته، واللي مش فاكر حاجة يفتكرها. بشكركم، المرة الجاية إن شاء الله امتحان الساعة 9 يوم الثلاث، مش امتحان يا جماعة، خلوه إيه تيست كده ماشي، يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء، شوية كده إيه مسائل هنحلها كل واحد فينا لوحده طبعا. بالنسبة للأوتر يا صحر، الأوتر ده يعني بعرف بيه لو عندي مثلا نستد بلوك أو لو عندي نستد لوب، فبقول للأولاني انت اسمك اوتر والتاني انت اسمك انر.
بحيث اعرف افرق ما بينهم في شغل الطباعه، في ان انا اخد منه قيمه ارمي له قيمه حاجه زي كده. لكن البند ده عباره عن فاريبل خاص بعرفه بره الكود بتاعي وببدا استعمله سواء جوه الكود بتاعي او بره الكود بتاعي. يعني هنا جايب لي شويه معلومات حلوه كده عن الايه استخدام الجي ديفلوبر في كتابه الكود. قلت يا جماعه الناس بقى تتدرب على جي ديفلوبر برضه فراغها، يعني تولز جميله جدا نكتب فيها الكود بتاعنا بالموقع الظريف ده ونرنها ونعمل كونكشن بيننا وما بين الـ AI. ان شاء الله نشوفكم على خير، مع سلامة الله.